بدورها أقامت الإدارة العامة للمرور دورات تدريبية ومحاضرات في جميع مديرات مديريات الشرطة بمحافظات المملكة لتعزيز دور شرطة خدمة المجتمع في تنظيم الحركة المرورية بالطرق المؤدية إلى المدارس ومحيطها. كما تعاونت الإدارة العامة للمرور مع وزارة التربية والتعليم من خلال تقديم محاضرات تثقيفية لتأهيل حراس المدارس الحكومية والخاصة وتعريفهم بالواجبات المتعلقة بسلامة الطلبة أمام امام بوابات المدارس كما اقامت الاداره دورات تدريبيه لسائقي الحافلات المدرسيه ورياض الاطفال لاطلاعهم على اهم اشتراطات السلامه